السلام عليكم متتبعين قناة زين كوزين فاسيل، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم اكله ديال الشتاء، كتجي زوينه بزاف وسخونه في فصل الشتاء. غادي ندير لكم الكسكسو بالكردات والقديد. كسكسو مغربي كي كتشوفوا، هذا هو الكرداس، كيديروه في العيد الكبير على هذا الشكل هذا، وهذا القديد. هذا الشيء كلشي كيدبسوه غير في الشمس. مره اخرى ان شاء الله منين نكون في المغرب غادي ندير لكم فيديو ديال الكرداس والقديد كيفاش كيديروا له. عندي ثلاثه د المطيشات، وعندي شويه ديال الكرداس وشويه ديال القديد. عندي هنايا المعدنوس، عندي معلقه نص معلقه صغيره ديال الابزار، يعني على كل واحد الاختيار ديالو. اللي كيبغي الحرور يديرو، اللي مكيديرش مكيبغيش الحرور ما يديروش، ماشي مشكل. عندي معلقه كبيره ديال سكنجبير والملح على حساب الذوق، لان القديد كيكون شويه فيه الملح. دائما ديروا غير القياس حتى تذوقوا وتزيدوا الا بغيتوا. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخرقوم، وعندي الزعفران واحد شويه ملون غذائي، وعندي هنايا تقريبا كاس عامر ما عامرش، يعني باقي له واحد شويه بلديه، زيت البلديه وزيت المائده مخلطين. وعندي هنايا الخضره، عندي حبه ديال اللفت وشويه ديال القرعه الحمراء، عندي واحد ثلاثه ديال الخيزويات، نص ديال الفلفله خضراء، وشويه ديال القرعه حمراء خضراء، حبه وبصله كي كتشوفوا صغيره. عندي نص كيلو ديال الكسكس ديال الطعام. اون فرونسي جي 500 غرام دو كسكس، ان بو دو القديد، جو سي با اون فرونسي كومون دي، الكرداس القديد، 3 طومات، ان فيغ مواتي دو فيغ دو ويل دو ليف اي لو ويل نورمال تورنوسول، un peu de poivre au choix, une grande cuillère de gingembre, coriandre haché, une grande cuillère de curcuma, un peu de moulou, comment on dit moulou en ridaï, je sais pas en français, je sais pas, et ça fait comme ça, un peu de sel, un peu de courgette verte, le navet, un peu de le gorge, un peu de carotte, une oignon, un petit, et le comment s'appelle, poivre vert. مواتي الاول. غادي ندوز ندير القديد في البرمه، غادي نجيب البرمه ديال الكسكسو ولا مرميطه، وغادي ندير فيها القديد كي كتشوفوا. غادي ندير ليه الزيت، لانه هو كيكون فيه ديجا الشحمه، ديروا على حسب القياس. وغادي نحط البصله ومطيشه، هكذا غادي نطحنهم. اللي بغى يحكم يحكم، اللي عنده حكاكه ولا اللي عنده ماكينه بحال هذه ولا روبو يطحن فيهم، يعني كيجي ساهل حسن. الشكل هذا، وكنزيدها على هذاك القديد. كنطحن غير النص والنص الاخر حتى نقطعو هكداك الطروفه. كي
تشوفوا على هذا الشكل هذا، وكندير الجميع هكذا في البرمة ولا مرميطة. المهم ديال الكسكسو غادي ندير لها سكينجبير، غادي ندير كلشي في خطرة. الملح غادي ندير غير شويه حتى نشوف، نخلط مزيان هكذا ونديرو فوق النار. من بعد عاد ندير ليه الماء سخون حتى يتقلى لي شويه في هاد البصله هادي. حتى يتقلى ونزيد ليه الماء. كي شفتوها انا خليتها تتقلات شويه، دابا غادي نزيد عليها المطايب، المطايب اللي غطي ليا الخضره. هانتوما غندير هذاك القزبر المعدنوس، ما مع طيب قلت لكم راه يعني نزيد هذيك البصله اللي شلطت، ندير خيزو. المهم كاع الخضره كنخلي غير القرعه الاخرى، الفلفل والقرعه ولا كوتيرون ان فرونسي واللفت. المهم اللي كيشد الطياب بزاف هو اللي كنديرو في الاول، القرعه نخليها حتى الاخر. هانتوما غنخليها طيب نغطيها ونخليها طيب على خاطرها. وغادي نزيد الكسكس، الكسكس غادي ندير ليه شويه ديال الزيت وشويه ديال الزيت هكذا، حتى الا كان كيتباع هكذا الكسكس ما مفورش مع الزيت، كديروا له الزيت هكذا وديروه يفور بلا ما، عاد في التفوره الاولى وديروا الماء بحال هكا. كندير غير الزيت، كنخلط مزيان هذاك الزيت، نخلط بيدي احسن ما كانش بحال اليد. الكسكس دائما ثلاثة ديال التفويرات صافي كيكون بجد. كاس وكندير فيه كسكس، على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرو الفوار، نتلاقاو ملي غادي يفور الكسكس. بعد ما فور الكسكس التفويره الاولى كي تشوفوا كنديرو هكذا، إذا مكانش سخون ديرو بيديكم. و كندير الماء تقريبا كاس صغير،
غنخليه على جنب حتى يشرب ليا شويه هذا الماء ونديرو الفوار. نفس الطريقه ثلاثه ديال المرات حتى كيفور. كنديروا له هكذا باش كاع الكسكس كيشرب الماء، ماشي النص لتحت يشرب بزاف وهذاك الفوقاني ما كيكونش فيه الماء ما كيشربش. ها نتوما ها هو شرب هذاك الماء كله. دابا غادي نديرو في الكسكاس ونردو يفور. كنقادو بحال هكدا باش كيفور كلو، وغادي نردو يفور نطلقو فويرة الجوجة. بعد ما فورت فويرة الجوجة هنا حطيتو كي كتشوفو، كندير لي في فويرة الجوجة الملحة، الملحة على حساب القياس دائما، الله ما يكون مسوس ولا يكون مالح. كاس صغير ديال الماء، أنا كندير عيني ميزاني يعني عارفة القياس، بالأحسن الإنسان يدير بالقياس باش ما يصدقش في مشكل. هكذا باش كيجي الكسكسو شارب الماء كله، ماشي شي كيجي شارب الماء وشي لا. غادي نخليه تشرب ونديرو الفور. كي كتشوفو الطعم ديالها هو وجد الكسكسو، كندير فيه السمن الحار كي كتشوفو، انا السمن كنصايبو هكذا في الدار، اللي بغى يخلي لي في التعليق نوريه كيفاش يدير ليه هكذا. وكنخلط مزيان، واللي ما كانش عنده السمن يدير زيت البلديه بصح يديرها ويدير الكسكسو يفور باش ما كتبقاش ديك الريحه مجهده ديال الزيت. كتشوفوا دابا غادي ندوز نديرو في الطبسيل وغادي نبدا كنسقيه. غادي نوريكم مني غادي نسالي له التقيه. هانتوما الكسكسو ديالي من بعد ما سقيتو كيجي على هذا الشكل هذا، ولا اروع ما شهيتكم واحد الكسكسو ما شاء الله شحال بنين. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه هذه زوينه بزاف، وبالصحة والراحة، ونتلقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. السلام عليكم.